في الاول عايزين نشرح للناس اللي ممكن تكون مش عارفه يعني ايه بلوجر ولا انفلونسر، ايه هو شغلك اصلا اللي بتعمليه على السوشيال ميديا؟ نشرح لهم ايه هو البلوجر. هلا انا بديت زي ما قلنا الفاشن لاين اللي هو كان بزنس، تمام، وما زال هو موجود خط موضة. وفي خط موضه. هلا لا شعوريا الواحد بصير تحت الاضواء، فبصير بوبليك فيجر. اذا هو اشتغل على حاله اكثر بصير براند، بصير لما يحكي عن شغله هاي مثلا حلوه، القطعه هاي حلوه فهي صارت ترند. اذا هم بثقوا فيه وبحبوا ذوقه خلص، معناته هو هي از بروموتينج، يعني بيروج. صار بيروج، عم بيعمل تسويق، معناته كل شيء بيحكي عنه حلو او مش حلو هي از انفلوينسينج، عم بيترك اثر يعني. الا ما هلا البلوجر هي كان قبل الانفلونسر، اللي هي مثلا الانفلونس سوري بلوجر اللي بتكتب، بتعمل ريتس، بتعطي رايها، بتكون صفحه على الويب سايت. هذا هو الفرق. هلا الانفلونسر يو انفلونس يعني مؤثره نوعا ما، ما بتقدري تنكري انه هذا الشخص حتى لو بس بيطلع بيرقص ولا بيعمل لك انترتينمنت بياثر عليكي، بيبسطك. صح، فهذا هو المؤثر. صح، دي حقيقه. yes. دي حقيقه. هايا انت من قريب اخذتي جايزه بيست دريست في دبي. yes. احكي لي عن الجايزه دي وكانت بخصوص ايه، الايفنت كله احكي لنا عنها اكتر. هي من احلى الجوائز هاي. كنا بايفنت اللي هو الريسينج دبي، كاس العالم للحصونه، وبصير عندهم سنوي، وجدا هذا كتير مهم، بيختاروا من بين كل الحضور مين احلى حدا لابس اللي هي برايز اوف اليجانس، جائزة الأناقة. الأناقة اللي أنت بتكوني لابسة، اللي هو اللبس اللي مناسب لهذا الشيء، لازم يكون طاقية، لازم يكون مش طويل مش قصير فوق الركبة، يعني في له معايير. طبعاً أنا طبعاً درس عاملة الهومورك بتاعي ذكرتي كويس وعرفتي معايير إيه طبعاً. وكان معي جوزي كمان كان لابس برضو أنا وياه، تقولي إيش إحنا كل سنة في ده لأنه حلو، إحنا بنحب يعني I take it seriously إنه هذا الإيفنت موضوع بتخذيب جدية طبعاً، إنه الفاشن له إشياء مهمة يعني زي تقولي إثكس، فهذا له كوستيوم معين، فروحنا لابسين هذا الشيء وفعلا كان حلو هو يعني ولا غلطة يعني بتقدري تقولي. والحمد لله من بين الكل اختاروا انه انا اخذت البرايد اوف اليجنس، وقدموا لي ساعة حلوة كتير من الراعي الرسمي لهذا الايفنت، كانت هلا ليتست وترند طبعا ريليتد للايفنت، فقدي حلو انه تكون هدية ساعة، كل ما اطلع الساعة هي الساعة كل ما اطلع ساعة بتذكر البرايز which is يعني زي appreciation حلو طبعا، حلو تقدير حلو، بيكون دايما حاطت جهد وحاطت effort يتقدر على هذا الافورت طبعا طبعا. بس انا لاحظت حاجة تانية طبعا. انا وانتي اساسا صحاب من زمان، صحاب متابعين بعد من زمان اول باول جدا، بس انا عايزة الناس بقى اللي ممكن يكون لسه متابعتكيش يدخلوا ويتفرجوا على مهرجان كان. yes. احكي لي على مهرجان كان اللي بيجيله نجوم العالم. wow. كله. انت كنتي لسه موجوده هناك يا دوب من قريب، احكي لي اكتر عن تجربتي. كان فيلم فيستيفال، يعني هو اكتر مكان مهرجان للسينما اللي عن جد انت بتحسي حالك جوا السينما فعلا، من منتجين ومن ممثلين وتصوير، يعني كل صناعه وصناع الافلام في نقطة واحدة صغيرة. أيوة. قدي بتحسي أنت قريبة من كل الممثلين اللي بتحبيهم. البساط الأحمر هاي إكسبرينس طبعاً، السجادة الحمراء دي أصلاً ليها إحساس تاني، واحد يمشي عليها إحساس تاني فعلاً. بس أكيد هناك برضو بالسلالم دي كلها حاجة كانت خطيرة، يعني خطيرة خطيرة جداً. قدي إحنا حاضرين مهرجانات، بس مهرجان كان إلو هيك إلو فليفر آخر. انبسطت كتير، تعرفت على مخرجين سينما، احضرت فيلم إيراني تصور في الأردن، وهذا شرف كبير إلي إنه عم بينافس وأخذ جوائز الفيلم في كان. مش بتفكري تمثلي هاي؟ عم بفكر فعلا. طبعا طبعا أنا عم بروح هلأ مهرجانات إن شاء الله، لأنه it is the future. السينما طول عمرها هي المؤثر الحقيقي على أهالينا وعلى حياتنا، وهي قصصنا الحقيقية يعني. صح، تبقى على طول ليها علاقه بمجتمعنا وايه اللي بيحصل فيها، فبتقدري تعرفي كل التفاصيل. ودرست دراما سنه، فيعني عندي ميول دراما ان شاء الله. بعرفش ايش الدور اللي بيلبق لي يمكن فاشن برضه، فكانت تجربه كتير حلوه.